رجعنا لكم بعد الفاصل وبنجدد حوارنا مع شعراء وكتاب. النهارده هيكون معانا شعراء وكتاب. نبدأ نتعرف بالشعراء بداية من دنيا أحمد. شعراء دنيا أحمد، عاملة ايه يا دنيا؟ الحمد لله بخير، أخبارك ايه؟ الحمد لله أنا مبتسمة وفي تفاؤل إن شاء الله النهارده. حبيبة حبيب، عاملة ايه؟ الحمد لله بخير. لا صوتي كده مش بالإيد وحركات بالإيد بقى. الحمد لله دايما رب. والكاتبة محمد تمام. أنا ما قلتش اسمك لسه. ورد شلبي. ورد شلبي، أخبارك ايه؟ منورين يا شباب. جايين النهارده تتنكدوا علينا بالحزن ولا؟ ان شاء الله ان شاء الله، حسبي الله ونعم الوكيل. في البدايه كلمني يا دنيا، ازاي اكتشفت موهبتك؟ انا اكتشفت موهبه الالقاء من طفولتي وانا في الخارج، بلقي شعر من وانا من صغري يعني. بكتب شعر من سنين، حوالي 4 سنين، بس ما ظهرتش على السوشيال ميديا. مامتي كانت الدافع الوحيد ليا انها تخليني اظهر واظهر كتابتي، واني القي شعر من كتابتي، ما نسيبش كتابه شعر شخص تاني ليا. بس ماما كانت الدافع الوحيد ليا واهلي. طب جميل. حبيبه، انا بدات الشعر وانا عندي 12 سنه. الدافع اللي كان ليا كان والدتي برضو، هي اللي كانت بتشجعني دايما. السبب اللي خلاني اكتب شعر هو في فراق ورده، الله يرحمه. الله يرحمه. ده كنت بلقي شعر لهشام الجخ وكده، فمن هنا بقى يعني اتشجعت ان انا اكتب شعر وكده واكمل. ورد، بصراحه انا بدات اكتب شعر الاول فما حبيتش المجال فاتجهت للكتابه. اللي اداني قوه ان انا اكمل هي والدتي فعلا، وفي البدايه كله انتقدني بصراحه، بس والدتي قالت لا انت لازم تكملي. بس كان والدتي وكان صحابي بصراحه بيشجعوني. بس بدات من سنتين يعني. كويس، لسه يعني لسه في البداية. فبدأت أظهر على السوشيال ميديا يعني من حوالي شهرين بالظبط. تمام، هناخد فاصل سريع ونرجع لكم تاني. بعد الفاصل كان في خطأ بسيط كده في الصوت وصلحناه الحمد لله. يتجدد كلامنا تاني مع دنيا. هتسمعنا قصيدة ايه؟ قصيدة بعنوان ست كل الأمهات لوالدتي في الخارج. اتفضلي. وحشتيني من يوم ما غبت عن عيني والدنيا حلفة تكويني في بعادك يا نور عيني. وحشتيني صدق اللي غنى في يوم سنين بعدك على عيني، سنين بعدك على عيني. حقيقي وضعي بقى محزن والدنيا صعبة في غيابك، والدنيا صعبة في غيابك. هتعودي أكيد وهتجعلي دنيتي أحسن، هتعودي أكيد وهتجعلي دنيتي أحسن. وحشتيني، أنا أمي تشبه نبرة حليم في الأغنيات وهدوء فيروز في الشتاء وأحن قلب الأمهات. أنا أمي جميلة جدا تشبه جمال نيسان ودعاها وقت الأذان، تشبه هدوء الليل ساعات. أنا أمي جرعة حنين ومسكنات. أنا أمي دي ست كل الأمهات، أنا أمي دي ست كل الأمهات. أنا أمي جميلة بشكل هايل، أنا أمي ملهاش بدايل، ضحكتها مبهرة جدا ما شفتش زيها أبدا، حاجات مش سهل أوصفها، وردة ومش هسمح حد يقطفها. ونعود من تاني وحضنها وأشوفها جميلة كالعادة، ومهما تكبر لساها جميلة يا سادة، ومهما تكبر لساها جميلة يا سادة. يا سندي وضلي والبيت اللي فضلي والحضن اللي بقيلي، وحشتيني وحشتيني. عمرك ما سبتيني عاني، ولو ينفع احبك من تاني. ملامحي بهتانه من حمل همي، هتعودي واضحكلك فتقولي اتلمي. هتعودي واضحكلك فتقولي اتلمي. وكالعاده يهل الليل باحزانه وقهوته وسرحانه، واكتبلك مرسال وحشتيني وحشتيني. غيابك طال قهرتيني، غيابك طال قهرتيني. الدنيا انقلب حالها يا أمي، في غيابك خدت مليون طعنة، والوشوش ظهرت وأصبحت لعنة. الكل مستغرب من رد أفعالي، فاكرني في غيابك ضعيفة وبعاني، وأنا في غيابك جبل مستحيل يتهد، وإن وقعت في يوم مش همد إيديا لحد. أنا ماشي بفضلك ودعاكي وأديني بحارب وياكي.
اللمة حوالينا كانت كدابة والدنيا هو بتدور وقلابة. سيبك انتي طمنيني عن حالك، انا بقولك طمني بالك، وفي اخر المرسال هكتبلك وحشتيني وكل شيء بخير يا للنعيم. بإذن الله. حبيبة، تسمعنا قصيدة ايه بقى؟ قصيدة عن والدي رحمة الله عليه. ربنا يرحمه يا ربنا. اتفضلي. يوم ما قال أبوكي مات، قلبي مات بعديه بثواني، قلت مين يسندني بعده ومين ياخدني في حضن تاني. لعنة الكانسر سابتنا، فوق يا بابا وقوم عشاني، قل لي انك باقي ليا وان كل الناس بتكذب، وان روحك عايشه فيا مش هصدق مهما قالوا، انك انت خلاص مشيت. يلا حضنك كان عشاني، انت دفي وكلي بيت، كنت لما ازعل بروح لك، كنت لما افرح بروح لك، قلبي كان متشال فرح لك، وفي ثواني ده كله راح. بعد عمر فرحته جنبك سبتني وسط الجراح، كنت ماسك ايدي يومها سبتها فالموت ناداك، كنت نفسي تكون معايا جنبي منه واكون معاك. الحياة بعدك حقيقي اصبحت سودة وكئيبة، كل حاجة جميلة راحت والبشر صبحت غريبة، كلهم بيقولوا اني بنت فاشلة ومالي قيمة، بس مهما يقولوا هوصل وافتخر بان اليتيمة. بكرة لما يشوفوا اسمي جنب اسمك يدعوا لك، يدعوا ليك، تبقى كل الناس ورايا وابقى انا اللي فخورة بيك. امشي وسط الناس يقولوا دي اللي ابوها ملوش زيي، بنت بس بألف راجل واللي خلف لسه حي. ارحمها يا رب. نرجع لوردة، غبنا عليك وردة شوية. ورد ولا وردة؟ ورد. جميع ماشي. ورد، ازاي يعني انت كتبتي، ايه الانواع اللي بتكتبيها؟ بكتب خواطر، خواطر كنت الاول بكتبها بالفصحى، وبدات ان انا اكتب عاميه، فاتجهت تاني بالفصحى لان انا ما كنتش لسه متمكنه وما كنتش مستعده الصراحه ان انا اكتب كده. فلا انا قلت لا انا لازم احدد انا عايزه اكتب ايه، يعني يا اما اكتب عاميه يا اما اكتب فصحى. فاضطريت ان انا خلاص قررت ان انا اكتب فصحى. ونزلت اشتركت في كتاب اسمه حروف مبعثره تبع مفكره كاتب. بصراحه كل الدعم ليها دعمتني كتير الفتره دي. مبادره. فبس. طب الكتابه بقى، يعني اكيد الفكر او الوحي اللي بيجي في الكتابه بيبقى صعب، ازاي بتجيبي الوحي عشان تكتبي مثلا قصيده، خاطره، قصه، روايه مثلا، الحاجات دي بتاثر بشيء معين مثلا، فبالتالي بتجيلي الفكره ان انا اكتب عن الشيء ده. فهي الفكره بتبدا كده ان انا متاثر بحاجه، فبتبدا عندي على هيئه خاطره او مثلا بيت شعر، فبالتالي انا كنت متجهه للشعر اصلا. فلا حولتها لخاطره، ما حبيتش بصراحه مجال الشعر. طب ازاي طورتي من نفسك بقى في النقطه دي؟ قرأت كتب كتير بصراحة، وبدأت أتدرب وأشتغل. أكيد القراية كويس. جبت كتب كتير ونزلت المعرض وقرأت الناس وتابعتهم، فبدأت إن أنا الموهبة عندي تتطور. طب لما أنت قلت لهم في البيت أنا بكتب أو أنا مثلا إيه هعمل كتاب مجمع، كان إيه رد فعلهم؟ مرحبين بالموضوع، رافضينه؟ بصراحة رفضوا. مش مامتي، لأ أهلي كلهم رفضوا، لأ إزاي شايفينك صغيرة، ممكن عشان صغر سني. فوالدتي قالت لا انت كملي اعملي الحاجه اللي انت عايزاها، انا فخوره بيكي جدا يا مامتي، اكيد بتسمعني دلوقتي فكل الشكر ليها. لا دعمتني كتير بصراحه. بس هي دي كانت دعم بيك؟ اكبر دعم ليا كانت والدتي. طب ازاي بقى واجهت الانتقادات؟ واجهتها، حاولت اي انتقاد سلبي يتحول عندي لايجابي على طول، يعني انت بتنتقدني مثلا انت شايف حاجه وحشه، فلا انا هثبت لك بس مش بالكلام. بدات ان انا ابدا على السوشيال ميديا وظهرت فعلا في من شهرين. فشفت مبادره حكايه مفكره كاتب، او اشتركت برضو في مبادره حكايه كاتب محمد عماد الدين، او كسبت بس ما حضرتش الحفله لان حصل ظروف وما عرفتش احضر. كويس انت ما حضرتهاش. كويس انت ما حضرتش الحفله دي. لا بصراحه كل الدعم ليها يا برضو، بدون التدخل في تفاصيل الحفله الحمد لله. ليه ما حد كويسه؟ الحمد لله.
واجهت انتقادات واجهت سلبيات، انت كنت بتشجعي نفسك ازاي بقى؟ كنت بقى وفي نفس الوقت لا انا لازم اقوم، ما عنديش وقت ان انا افضل في المكان. يعني اكبر نجاح ان الواحد لما يقع ما يفضلش مكانه، لا يجدد من نفسه، يقع ويقوم تاني، هو ده اكبر نجاح كان بالنسبه لي. كنت دايما بس بشجع نفسي، كنت لوحدي دايما، كانوا صحابي كتير برضو وجهوا لي انتقادات كتير جدا، صحابي عشان تكتبي وكده. فلا انت يا بنتي انت مشهوره وانت بتعملي، والكاتبه راحت والكاتبه جت، انت فاكره نفسك طريقه بالظبط كده. فانا قلت لهم انا مش ما ردتش عليهم، فاثبتت لهم بالفعل. فبصراحه لما شافوني باركولي جدا يعني. جميل، هو لازم يعني تحاربي عشان تحققي حلمك، اكيد مفيش حاجه بتيجي بالسهل. في نهايه الفقره هنختم معاكي بقصيده سريعه ومع حبيبه قصيده سريعه، اتفضلي. مليون وش لوحدي بتفرج على الايام وبداوي طعنه من صاحب زمان، بسمع صراخ قلبي بس صعب نحكي، دايما بفرح لهم بنيه صافيه، طعنوا في ظهري بكل عافيه، كانوا شله وكانوا عيله تتسند عليهم في ليله، فيوقعوك تلاقي الطعنه في ظهرك، فيكسروك مش حاسين بالكسره اللي فيك، من امتى حد يعرف ايه اللي بيك، من امتى حد يعرف ايه اللي بيك، ظهروا فجأة في كوكبي ومثلوا علي الحب، شكرا لصحبة سرقت فرحتي وقالت لي زمان هكون جنبك في عز الصعب، هكون جنبك في عز الصعب، جبت الدواء أساس هيشفيني، مسكت فيكي بغل وقلت ياكي تسيبيني، جعلت في دوايا السم الأكل تنهيني، شكرا بجد أديكي طعنتيني، طلعت بيكي السما ونزلت بيا الأرض، انا مش مسامحك ليوم العرض، انا عارفه ان الغل من طبعك دايما بتبيع على وضعك، اتقنت فن تمثيل الحب وفن الخداع والغش، انا شفت ليكي مليون وش، انا شفت ليكي مليون وش، لدغتك سما يا صاحبه كنت لك جنه وكنت لي طعمه، سرقت مني كل احبابي وتالي اللدغ مهنه صحابي، لدغة الحية منهم تجيبك تحت التراب، ما شفتش وياهم إلا العذاب، عملت ليهم سعر وديني وحدي بشكي الوجع في الشعر، وأنا يا صاحبي من مؤمنين الشعر، وأنا يا صاحبي من مؤمنين الشعر، عارف يا رب الشيلة دي كبيرة وحياتي تصبح فيلم يتعرض في سيما، الدنيا بتغرق وأنا ثابت على المينا، خايف لا تخني وتغرقني يا خينا، خايف لا تخني وتغرقني يا خينا، شكرا يا صحبه ما شفتش فيك يا مال، انا امي حذرتني زمان وقالت لي كانوا في وشك يبانوا اصحابك وفي ظهرك بيطعنوك، فوق يا دنيا هم بيحاربوك، شكرا يا صحبه ما شفتش فيك يا مال. دنيا يعني مبدع النهارده. حبيبه اسمع منك قصيده سريعه. أول كلام عنها قصيدة كتبتها ليها وبس حبك الآتي، حبيبتي الرشقة جوايا وصعب يبقى لها شبيه، أنا أمي تشبه بيت تلقى الحبايب فيه متجمعين على الخير، أنا أمي زي البير أسراري كلها فيه، أنا أمي خير صديق بلمحها يوم ما تعب شايلاني وفي ظهري، تشبه لي جرعة دواء أشربها فتعافى، وأنا كنت دايماً طايشة بتعبها بأفكاري، دايماً بترعبني فكرة إن أعيش فترة من دونها، أنا أمي صلبتني من طولها ويوم أبويا ما مات عالجتني من حزني، بسمعها وقت الفجر تدعيلي وتصلي وتقول يا رب يهديها، مولودة راسها عنيدة وما بتسمعش كلمة حد، أنا أمي زي الورد بتعيش علشاننا، نرويها نظرة حزن تروينا بحنانها، أنا أمي خير صديق مش فترة وتسيبنا. جميل، أبدعتي النهاردة يا حبيبي. شكرا. أوجهوا كلمة في السر كده للشباب اللي بيواجهوا انتقادات، أنا معاك المايك عادي. شكرا جدا لكل شخص دعمني، شكرا لأهلي وشكرا لرفقاتي وشكرا لكل حد أعطاني جملة إن أنا أطلع لقدام،
وشكرا للانتقاد اللي وصلني لانه انا عملته درج وطلعت عليه سلمة بسلمة. حبيبة بشكر الشاعر من غير مايك عادي شغل مايك. بشكر الشاعر محمود عمر، هو كان بيدعمني كتير وبيقف جنبي كتير، وبشكر امي طبعا هي الدافع ليا في كل ده. بشكر دفعتي كلها لانها شجعتني كتير، وصاحبتي اللي هي زرعت فيها الموهبه ونشرتها للناس. حنان طبعا بشكرك جدا. شكرا. ورد، في البدايه احب اشكر مصطفى المحرزي، شجعني جدا بصراحه، واميره البالي كل الدعم ليها بصراحه. احب اوجه رساله لصاحبتي هاجر، شجعتني فتره كتير من ساعه ما بدات. اما بالانتقاد يعني فشكرا لكل حد انتقدني، شكرا لانك اديتني طاقه ايجابيه بجد ان انا اكمل واستمر في النجاح. بشكرك يا دنيا، بشكرك حبيبي، بشكرك يا ورد، وبشكر طبعا عازف البرنامج عمرو عبقرينو. انتظرونا ان شاء الله الاسبوع الجاي وحلقه جديده من برنامج بين الكلمات.